أبناء مصر في الخارج، ده عنوان مهم جدا وفي تفاصيل كتيرة جدا تحت هذا العنوان. في اهتمام كبير جدا من وزارة الهجرة ومن الدولة بشكل عام بأبناء مصر في الخارج. الحقيقة هما موجودين مع مصر وبيسندوا مصر دايما في وقت المحن ووقت الأزمات، وفي نفس الوقت مصر لما بتحتاجهم بتلاقيهم موجودين. بنتكلم عن العقول المصرية اللي بتشارك في منتدى شباب العالم حاليا، تحديدا في هذه النسخة الرابعة في كل المجالات. لو هنتكلم مثلا، احنا دلوقتي معانا طبعا الدكتور معتز عطلة، استاذ صناعة المواد المتقدمة في جامعة برمنغهام بإنجلترا، مشرفنا في الاستوديو. هنتكلم عن ورشة عمل وعن الجلسات اللي بتتم في المنتدى. بنتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثير التقدم التكنولوجي عليها، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا خلاص الثورات الصناعية كانت بتتم على فترات متباعدة. دلوقتي احنا ممكن 10 سنين 15 سنة تشهد ثورة صناعية جديدة، فتأثير ده ايه؟ ده هنعرفه طبعا من الدكتور معتز. كمان الطباعة ثلاثية الأبعاد، كيفية التغلب على أزمات كورونا من خلالها، وكمان كسر التحديات اللي بتواجه العالم، كل هذه الأمور هنناقشها طبعا مع ضيفنا الدكتور معتز اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة. صباح الخير عليك يا دكتور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا احنا هنعوز نتكلم عن مشاركة حضرتك بشكل أكثر تفصيلا في المنتدى، وزي مصر متأثرة بالثورة الصناعية الرابعة، لكن أنا عايز أعرف الناس الأول يعني إيه ثورة صناعية؟ مر العالم بأربع ثورات صناعية، منهم الرابعة اللي احنا بنمر بيها حاليا. الأولى كانت استخدام الطاقة البخارية كمحرك للإنتاج. الثورة الصناعية الثانية كانت بخصوص تقديم فكرة خطوط الإنتاج، البرودكشن لاينز. دي كانت في السبعينات تقريبا الأولى؟ لا، احنا بنتكلم على الطاقة البخارية 1700 مثلا. في 1800 مثلا كنا بنتكلم على تقديم فكرة خطوط الإنتاج. بعدين من حوالي 15 سنة الناس بدأت تتكلم عن الثورة الصناعية الثالثة. فكرتها هي إن كل عمليات الإنتاجية بتقوم بشكل ديجيتال، شكل رقمي. مثلا احنا ما بنقاش نعمل اي شغل عملي، كان زمان تلاقي العامل واقف على المخرطه بيقوم بتقطيع الاجزاء او حاجه زي كده. تم الكلام ده اتغير بشكل تام، ان في عندك مكن اوتوماتيك نوميريكال كنترول بيقوم بعمليه التقطيع بنفسه بيزد على بيانات رقميه بالانتاج. ده كان حوالي 2010 2011 2020 الكلام اتغير، بقينا نتكلم على ثوره صناعيه رابعه. مش مجرد بس ان احنا بنتكلم على بيانات انتاج بشكل رقمي، احنا بنتكلم على مفهوم واسع بيشمل تقريبا 10 تكنولوجيات متداخله بتشكل فكره الثوره الصناعيه الرابعه. منها على سبيل المثال استخدام الروبوت الانسان الالي في عمليات الصناعه بشكل كبير، استخدام تكنولوجيا زي الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس علشان نعرف ازاي نطور من المنتج وازاي كمان نتفادى الاخطاء اللي بتحصل اثناء الصناعه، استخدام تكنولوجيا الكلاود تكنولوجي ازاي ننقل المعلومات بحيث ان انت يكون عندك منتج يتم تصميمه في امريكا وينتج في مصر، او جزء منه يتعمل في مصر وجزء في الصين وجزء في اسبانيا وجزء في ايطاليا اند سو اون. دخل فيها مفهومات كتيره جدا، مثلا فكره داخل كونسبت الثوره الصناعيه الرابعه فكره السكيورتي. انت لما بتعمل منتج وبتكون بياناته رقميه مثلا يتم تصميمه في امريكا، انت عايز تبعته لمصر بس انت خايف ان حد في السكه ياخد البيانات الرقميه اللي فيه. فبقى عندنا مفهوم معقد جدا لما يسمى بالثوره الصناعيه الرابعه، بيتكون زي ما حكيت لحضرتك من تقريبا من 10 افكار متداخله هي اللي هتشكل منتجات المستقبل بشكل كبير. طيب ليه كنا بنشهد زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان الموضوع كان ماشي ببطء من 1700 ل 1800 من 1800 ل 2010 من 2010 ل 2020؟ ايه السرعه دي؟ الضغوط اللي بتزيد على المنتجين حاليا، التنافس رهيب جدا في كل المجالات. كل الشركات في العالم عايزه ان هي تزود من طاقتها الانتاجيه، عايزه انها تحسن في lead time، الوقت اللي هو بيطلع منه التصميم، الوقت اللي بيلاقي فيه المنتج في السوق. فعلشان كده هو محتاج ان هو يدور على مش مجرد تكنولوجيا واحده، مش مجرد ان يكون عنده بيانات الانتاج بشكل رقمي، ده هو عايز يزود كل ما اوتيت له من تكنولوجيا بحيث ان هو يسرع من وتيره الانتاج، بيكون بحيث ان هو يكون متنافس مع التنافس الرهيب الذي بيشهده العالم حاليا. ولازم نتكلم ان بعض الدول اللي كانت بتمشي بوتيره بطيئه طبعا سرعت جامد جدا، ومنها الصين على سبيل المثال. فخلقت منافسه شرسه من بين كل دول العالم، وخلت الناس كلها تفكر على كل وسيله وكل تكنولوجيا مخبيها فين علشان تستخدمها بحيث انها تحسن من الانتاج بتاعها. وفي المقابل في دول لسه في الثوره الصناعيه الثالثه تقريبا. في المقابل هناك دول لسه يعني بتحاول تكاتش اب في الثوره الصناعيه الثالثه، ولكن التغير اتي وحتمي، ولو ما قدرناش ان احنا نلاحقه احنا بنسابق الزمن في الحاجات في التكنولوجيا الجديده. فاذا ما قدرناش نلاحق الزمن والتطورات اللي بتحصل للاسف هنتاخر كتير جدا في المجال ده. طيب حضرتك مشارك في المنتدى، فعايزين نتكلم عن طبيعه مشاركه حضرتك في المنتدى. انا ان شاء الله باذن الله بكره هتكلم في حلقه نقاشيه عن التحول الرقمي،
وتأثير أزمة كورونا على تسريع وتيرة التحول الرقمي. التحول الرقمي أكيد شفنا كلنا مثلا إزاي إن إحنا في المطارات دلوقتي بنستخدم الكيو آر كود علشان نثبت إن إحنا مطعمين، إزاي تم رقمنة العديد من الخدمات اللي بتقدمها الحكومات، مثلا الأرقام الرقم القومي مش لازم تروح تقف في مكان علشان تطلعوا الجوازات وما إلى ذلك. ولكن في مجال التصنيع الديجيتايزيشن أو الرقمنة كانت من أهم الحاجات اللي سهلت الإنتاج وسرعت وتيرة الإنتاج خلال الأزمة الحالية. يمكن حضرتك تفتكر في بداية الأزمة كان الهاجس الرئيسي عند كل الناس هو هل ألاقي جهاز تنفس صناعي ولا لا؟ صحيح. خلال الفترة دي قامت كتير من الشركات في أمريكا بفتح براءات الاختراع بتاعتها الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي ووضعتها في بيانات رقمية على الإنترنت ومجانا علشان لمن يستطيع أن هو ينتجها. بالشكل ده كانت البيانات متوفرة من أمريكا ومن الصين ومن أوروبا علشان ناس في مصر وفي أفريقيا وفي آسيا اللي ما عندهمش القدرة أن هم يستوردوا الأجهزة دي يوم بتصنعها يعني محليا وبشكل سريع. لكن الأهم من كده كمان ورقمنة البيانات ومدخلات الإنتاج الخاصة بالأجهزة زي أجهزة التنفس الصناعي ادى للناس فرصة كبيرة جدا أن هي تستخدم تكنولوجيات جديدة ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد. الفكرة ان انت لما يكون عندك تصميم المنتج بشكل رقمي انت ممكن تطبعه في اي مكان انت عايزه وبسرعة كبيرة جدا، وبتتغلب على العوائق اللي ممكن تكون موجودة لديك خلال الانتاج، مثلا انك انت بتحضر بتعمل ما يسمى بقوالب او استنباط ودي بياخد وقت كبير جدا، بتدي لك الفرصة ان انت تطبع وتعمل المنتجات دي في وقت اسرع. ده عظيم. مدى تأثر مصر يا دكتور معتز بالثورة الصناعية الرابعة؟ احنا وضعنا تكنولوجي ايه دلوقتي؟ انا بزور مصر كتير وبزور الجامعات المصرية يعني بشكل عام، وأرى هناك مجهودات جادة جدا للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة. مصر مش بعيدة على فكرة من مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والصناعة المتقدمة، بالعكس يعني لما بتشوف مثلا في بعض المناطق في مصر زي المصانع الحربية على سبيل المثال فيها إمكانيات جيدة جدا حيال عربية للتصنيع، الجامعات الجديدة التكنولوجية زي جامعة النيل وجامعة الجامعة المصرية اليابانية في اسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة زويل، الجامعات دي فيها مؤهلات كويسة جدا تسمح لمصر بإجراء أبحاث، ولكن الأهم الأبحاث هو التطبيق. صحيح. لازم نركز اكتر ان احنا نلاقي تطبيقات والحاجات دي تكون الامكانيات المتاحه يتم استغلالها لمساعده الاقتصاد والشركات الموجوده في مصر. عظيم. لكن بشكل عام وضعنا حلو. بشكل عام الوضع جيد من ناحيه الاستثمار الاولي، ولكن هناك حاجه ماسه لوجود استراتيجيه. تمام. في انجلترا خلال سنه 2012 2013 لما بدانا نسمع على موضوع الثوره الصناعيه الرابعه كانت من الحاجات اللي الحكومه الانجليزيه توجهت اليها البريطانيه ان احنا نعمل استراتيجية. كلمة ممكن تكون يعني الناس تقول ايه الفايدة ان انا اعمل استراتيجية. استراتيجية هي خارطة الطريق، هي اللي بتدي لك الاتجاه اللي هتمشي فيه. احنا مثلا عندنا ناس مؤهلين في المجال ده ولكن محتاجين نأهل ناس اكتر. احنا مثلا عندنا حاليا اساتذة جامعات، هل عشان نلحق ركب الثورة الصناعية الرابعة محتاجين بس اساتذة جامعات؟ احنا محتاجين فنيين، محتاجين مهندسين، محتاجين شباب ينعلموا المجال ده، نطلع شويه من عباءه التخصصات التقليديه ان احنا بنعلم ناس هندسه ميكانيكا مدني كيماوي. لا، نعلمهم بقى ايه اندستري 4.0 او الثوره الصناعيه الرابعه كمجال تخصصهم، لان هو ده هيكون الطريقه ليهم ان هم يندمجوا لمجال العمل الجديد. دكتور معتز زي ما حضراتكم شايفين جاي معاه خبرته، جاي معاه تجربته بره، تجربه البلد اللي هو موجود فيها، وده الهدف الاساسي اللي اتعمل عشانه منتدى شباب العالم، ان سواء الابناء المصريين المقيمين في الخارج اللي عندهم تجارب او بالنسبه للاجانب اللي موجودين ان هم عندهم خبرات في مجالات معينه. دكتور مش كده؟ مظبوط نيجوا نتبادل هذه الخبرات. انت عندك تجربه دلوقتي، احنا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا في مصر والثوره الصناعيه الرابعه ومدى تاثر مصر بهذه الثوره الصناعيه، فحضرتك قلت ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح لكن ينقصنا بعض الامور استراتيجيه. ده بالظبط المطلوب، ده الهدف من وجود حضرتك في منتدى شباب العالم ومن وجود هذه النماذج والعقول النيره اللي احنا بنتشرف بان انتم مصريين بتمثلونا بره، ده جزء مهم جدا، وفي نفس الوقت عندكم خبرات في مجال عملكم فهتفيدوا بلدكم بيه. ان شاء الله بكل تاكيد. طيب هل من خلال دراستنا للثورات الصناعيه المختلفه، الملف مهم جدا بالمناسبه، هل اقدر اعرف بعد كده تاثير الثورات القادمه؟ او يعني احنا دلوقتي في الثوره الصناعيه الرابعه، هل اقدر اعرف مدى تاثيرها؟ نقدر نعرف حتى هذه اللحظه؟ يعني احنا شفنا بنشوف الثوره الصناعيه الرابعه احنا في وسطها، فصعب ان احنا نقول ان يعني بنشوف شركات حاليا
بيتم تطوير منتجاتها. بنشوف منتجات جديده لاول مره بتطلع نتيجه وجود الثوره الصناعيه الرابعه. يعني مثلا المفاصل الصناعيه اللي بتستخدم مثلا مفصل الحوض مفصل الركبه حاليا بيتم طباعتهم بالطباعه ثلاثيه الابعاد. في منتجات مثلا ما كناش بنشوفها قبل كده في الاقمار الصناعيه بيتم طباعتهم طباعه ثلاثيه الابعاد، بيتم تصميمهم على الجهاز، يتم تصميمهم بشكل رقمي. عشان برضه عايزين نبسط النقطه دي اكتر. هو الفكره كلها من طباعه ثلاثيه الابعاد هي تكنولوجيا بتقوم بطباعه الجزء بطبقه بطبقه فوق بعضهم. انا دايما بوصفها في المحاضرات بتاعتي ان زي ما المصريين القدماء عملوا الهرم لاير باي لاير فوق بعض طبقات. هو الفكره نفس الفكره، بنحط طبقات من المعدن سواء مثلا التيتانيوم او بعض سبائك الستيل بتتحط فوق بعضها وبتتلحم كل طبقه بالثانيه. كل طبقه حوالي 20 مايكرون صغير جدا. في النهايه بيكون عندك شكل المفصل الحوض او شكل المفصل معين او شكل لوحات تثبيت في اجزاء مختلفه. فكره الطب الجديد قائم علينا على فكره اسمها بنسميها patient specific medicine او personalized medicine اللي هو الطب الشخصي. انا ما ينفعش ان انا ادي لكل الناس 500 ملي جرام باراسيتامول او ادي لهم 500 ملي جرام انتيبيوتيك. بالعكس، انت وزنك وطولك وصحتك بيحتاج ليه جرعه محدده. مظبوط. وانا ممكن افصل لك جرعه على اساسك. نفس الشيء بالنسبه للمفصل الصناعي. انا في الماضي او يعني في حتى الان الناس بتفتح كتالوج، بنشوف الراجل ده او الست دي وزنها كذا طوله كذا شكله كذا، بطلع من الكتالوج مفصل محدد. هل ده احسن شيء؟ لا. المفروض ان احنا نقوم بخلق او صناعه مفصل صناعي شخصي لهذا الشخص، عموله يعني متفصل على مقاسه، ويتم وجود طباعه ثلاثيه الابعاد لانها بتحررك تماما من استخدام الاستنباط او اي شيء اللي هو الشكل الثابت. بتدي لك القدره انك انت تعمل الشخصنه بتاعت او البرسونلايزيشن للمفاصل زي ما اتكلمت. مين اكثر دول تقدما في الطباعه ثلاثيه الابعاد؟ التكنولوجيا حاليا في رايي الشخصي قطرتها بتقودها المانيا. من افضل المعدات المستخدمه في هذا المجال الالمانيه، وطبعا مع المانيا يعني سايد باي سايد بتتكلم من امريكا طبعا في تنافس كبير جدا. ولكن خلال الفتره القريبه الماضيه انا شفت تطور كبير جدا طبعا من الصين. الصين انتظرت حتى انتهت جميع براءات الاختراع الخاصه بتكنولوجيا الطباعه ثلاثيه الابعاد، ودخلت فيها بشكل قوي جدا في انتاج معدات. مصر كان ليها تجارب في انتاج بعض المعدات. بعض الشباب المصري على فكره قام بمنتجات جميله جدا، طبعات بلاستيك منها طبعات تستخدم في مجال الاسنان وفي مجالات الاشكال الهندسيه. ولكن المنافسه مع الصين ساعات بتكون صعبه. نفسي عشان كده لما اتكلمت مع حضرتك على الاستراتيجيه ان يتم دعم اي برنامج او اي مستثمر مصري بيعمل في مجال الطباعه ثلاثيه الابعاد بمنح حكوميه بدعم، علشان زي ما حضرتك قلت لازم نلحق ركب الثوره. صح. وبالدراسه كمان زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن مستوى الجامعات المصريه بالدراسه ده في البدايه. انا لما كنا من 10 سنين كنا بنشوف اعلانات مكتوب عايزين مهندس ميكانيكا مهندس اتصالات. دلوقتي وظايف معروفه. دلوقتي بيجي لك وظيفه اسمها 3D printing engineer مهندس طباعه ثلاثيه الابعاد. تمام. هي لازم نعترف ان المجال الفني الهندسي مش محتاج كل المهندسين، محتاج كمان فني تكنيشن. احنا عايزين مثلا نشوف مدارس فنيه تعليم فني بيطلع فني طباعه ثلاثيه الابعاد يشتغل في معمل الاسنان، يشتغل في المستشفى، يشتغل في الشركات، يشتغل في الجامعات. احنا هنلاقي طلب للتخصصات دي في المستقبل، والاستراتيجيه هي اللي هتساعدنا ان احنا نعرف احنا عايزين نعمل ايه علشان نكون جاهزين للثوره. عظيم. واعتقد ان احنا هنحقق استفاده في تجارب الدول بكره ان شاء الله في الجلسه دي بإذن لان بالتاكيد معاك خبرات من دول ثانيه. احنا المناقشات عامه هتدور في الاطار الرقمي بشكل اوسع. طبعا في جزء مثلا خاص بما يسمى بالفيرتشوال رياليتي اللي هي القدره ان انت تعرف تلبس زي يعني زي جلاسز على عينيك VR. وتشوف فيها شكل الاشكال وتاني لاستخدام البيانات في شكل ثلاثي الابعاد. هتشوف كمان ناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي من الحاجات اللي هتغير شكل المستقبل بتاعنا بشكل كبير نتيجه لقدرته على توقع حاجات. احنا دلوقتي لما بتركب العربيه وبتشغل النافيجيتور بتاع الموبايل بيقول لك انك هتوصل من المعادي للشيخ زايد في 55 دقيقه. وتوصل تقريبا في 56 57 طب نفس التوقيت يعتبر بيزد على ايه؟ بيزد ان هو عمل حسابات لايام مختلفه، بيعرف ان يوم السبت بيبقى فاضي، يوم الاثنين بيبقى زحمه، فبيحدد لك الميعاد اللي انت ممكن توصل بقى فيه. عنده قاعده بيانات هو كمان. عنده بيانات كتيره جدا، والبيانات دي مش مجرد بس في الترافيك دي يمكن اسهل حاجه. مثلا البرامج المصريه الحاليه اللي بيعمل فيها مسح لحالات الناس اللي هو برنامج مليون صحه او 100 مليون صحه على حد علمي. انت لما تجمع بياناتك الصحيه انت بتبقى عارف الناس عندها امراض ايه، فتعرف ان انت توجه مجهود الدوله لشيء معين، وفي نفس الوقت صحيح. تعرف ان انت تطلع ادويه خاصه بالجين المصري المحتاجين علاج في المجال الفلاني. مظبوط. المجال ده اللي هو تطبيق الذكاء الاصطناعي في الطب مثلا باي انفورماتكس ده مجال مهم جدا هنشوف ليه اهميه قصوى في الفتره القادمه.
فانا شايف ان من الحاجات اللي هتتناقش في الجلسه بكره ان شاء الله، انا متشوق ان انا اسمع اراء الناس المشاركين، لان باذن الله كلها حاجات مهمه هتساهم في نمو الدول زي مصر والدول الافريقيه، وان شاء الله باذن الله يكون ليها تاثير كبير على المجتمع. طيب انا عايز اعرف من حضرتك كمان رؤيتك لمنتدى الشباب. فكره ان احنا عندنا منتدى شباب عالمي غير المؤتمر الوطني للشباب اللي هو المحلي، لا عندنا منتدى شباب عالمي بنناقش فيه كل القضايا العالميه اللي بتهم الشباب في مختلف دول العالم، في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، في العالم كله، الناس حاضره عشان تفيد وتستفيد. فانت شايف ازاي اهميه وجود منتدى يناقش قضايا الشباب في العالم كله من مصر؟ هو اختيار الموضوع المره دي اختيار موفق، لان طبعا كلنا بنعاني من اللي حصل خلال السنتين الماضيين في فتره الجائحه، فاحنا دلوقتي عايزين نفكر ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا. امبارح مثلا كان في حلقه نقاشيه شاركت فيها عن التعليم، الناس اللي تضررت من التعليم. انا كمان شايف ان المره دي ودي شيء مرحب جدا، هناك مثلا وجود ملحوظ من اخوه في افريقيا، وده توجه مهم جدا، ان مصر لازم تعرف انها لها بعد طبعا عربي، لها بعد اسلامي، لها بعد افريقي شديد الاهميه. ده جزء من القوى الناعمه زي ما بنقول لمصر، انها تعرف انها تبين انها بتساهم وحريصه على نمو هذه الدول في نفس الوقت. فوجوده شيء مهم، اتمنى ان شاء الله ان هو يستمر ويكون فيه كمان بعد اكبر للمصريين الموجودين بالخارج. احنا كلنا حريصين على ان احنا ننقل خبراتنا لمصر، وان شاء الله باذن الله الفترات القادمه يكون اقل ضغوط علينا من ناحيه البانديميك والجائحه، بحيث انها تاهل ناس كتير انها تحضر ان شاء الله وتستمتع بيه وتشارك بشكل ايجابي ان شاء الله. انتوا حريصين على ان انتوا تنقلوا التجربه لمصر، واحنا كمان طبعا في امس الحاجه لتجاربكم بالمناسبه، وكمان بنعتمد عليكم كسفراء لمنتدى شباب العالم. فعايز اعرف منك الناس بره بيقولوا عننا ايه تحديدا، يعني واحنا بننظم منتدى زي ده. انا كنت في وانا جاي في المطار، كان معانا من الوفود من دول كتيره، كان في واحد وفد من هو كان من اسبانيا، هو اصلا اسباني جنسيه ولكنه مدير منظمه دوليه، فاتكلم معايا. هو طبعا شافني جاي من انجلترا، فالاول افتكر ان انا بريطاني بس مصري كذلك، فقال لي انت جاي ازاي؟ قلت له انا بشتغل في انجلترا ولكن انا جاي عشان اشارك. فاول حاجه قال انا اتمنى ان اسبانيا تعمل انها تحاول تستفيد من مواطنينا اللي هم بيشتغلوا خارج البلد، لان احنا لو استفدنا من لو شاركنا لو طلبنا منهم هيكون في استفاده كبيره للبلد. ده مثلا زي ما بحكي لك، يعني الناس شايفه ايه، ان مش كل الدول حريصه على الارتباط بمهاجريها، ولكن هناك حاليا يعني هاف تو سي صحوه من ناحيه محاوله الدوله الارتباط او اعاده الارتباط مره اخرى بالمواطنين بالخارج، خصوصا اللي عندهم تجربه يقدروا ان هم يفيدوا بيها البلد. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يكون يعني من الحاجات الايجابيه اللي الناس تشوفها، ان مصر مش مجرد يعني ولادها اللي بره بتفرح بيهم وتتابعها بيهم زي ما حضرتك قلت، ولكن في نفس الوقت هم عندهم القدره او عندهم الرغبه في افاده البلد بشكل كبير، فيتم الاستفاده بيها زي ما دول اخرى زي الصين على سبيل المثال بتستفيد بشكل كبير جدا من ابنائها اللي بيعيشوا بره. ده خلينا نتكلم، وحضرتك بتتكلم عن ابناء مصر في الخارج، عن علمائنا بره. احنا كل كام يوم بيبقى عندنا عالم بيكون عنده بحث جديد بيتكرم على هذا البحث، لانه بيبقى بحث فريد من نوعه، بحث جديد، والعالم ده عالم مصري بيشرف نفسه وبيشرف بلده كمان في الخارج. فاحنا عندنا علماء كتير برضه يا دكتور. عندنا يعني انا يعني الاحصاء اللي انا ممكن اقول لك مثلا بالنسبه لانجلترا، انجلترا تقريبا ممكن تتكلم ما بين 10 ل 20 الف مصري بيعملوا في مناصب مرموقه في الجامعات في المستشفيات. طبعا لا تخلو مستشفى في بريطانيا من طبيب مصري، من اول سير بروفيسور مجدي يعقوب لاصغر طبيب موجود هناك. الجامعات في امريكا، في كندا، في دول كتير جدا فيها مصريين كتير. وزي ما قلت لحضرتك، هو الملاحظ في الفتره الاخرانيه ان الدوله بتحاول الارتباط بيهم بشكل كبير. من حوالي 5 سنوات انا قدمت على منحه بحثيه مشاركه مع الجامعه الامريكيه بالقاهره تمول اكاديميه البحث العلمي، اسمها جسور التنميه، والهدف منها هو ربط العلماء المصريين المقيمين بالخارج باقرانهم في مصر، وكان الهدف منها هو نقل تكنولوجيا الطباعه الثلاثيه الابعاد. بالفعل تم تاسيس معمل في الجامعه الامريكيه بالقاهره عن تكنولوجيا الطباعه الثلاثيه الابعاد، وده تقريبا من اكبر المعامل الموجوده في الشرق الاوسط في المجال ده. عظيم. العلماء المصريين زي ما قلت لحضرتك في كل حته في العالم،
انا بقى لحضرتك تجربه شخصيه، ولكن تخيل لو انت عندك 10,000 تجربه شخصيه، شكل البلد هيكون شكله ازاي؟ صحيح. وحضرتك قلت كمان احصائيه مهمه جدا، المصريين موجودين في بريطانيا بشكل مكثف في كل القطاعات، تحديدا القطاع الطبي يعني والجامعي. والجامعي كمان، فدي حاجه كويسه جدا يعني. مش بس يعني هو القطاع الجامعي والقطاع الطبي، ولكن انت تبص مثلا للشركات الكبرى في مجال الطيارات، مجال السيارات، مجال البترول، مجال الطاقه النوويه، تلاقي برضو المصريين ليهم وجود يعني بارز هناك. كتير منهم كمان بدأ ان هو يفكر حاليا في مصر كمكان جاذب للاستثمار، وانا منهم يعني. إن لما ساعات بتبص لمصر، مصر عندها امكانيات استثماريه او عندها قدرات استثماريه تساعد ناس كتير جدا. لما تقارن مصر بانجلترا او مصر باي دوله تانية، سعر الطاقه اقل، العماله شاطره جدا، وبرضو عندها يعني يعتبر تكلفه العماله مش عاليه جدا زي اوروبا. البلد بتحاول انها تحفز الاستثمار الاجنبي. الفترة اللي فاتت يمكن حضرتك عارف ان مصر كانت من الدول القليلة في فترة البانديميك اللي كان عندها بوزيتيف جروث، نمو ايجابي. غالبية الدول في العالم حصل عندها نمو سلبي، يعني في معادلات النمو نتيجة الجائحة. فالناس هتبص لمصر بشكل اكبر، ويا ريت ان احنا لما نتكلم على العلماء المصريين، في كمان مستثمرين المصريين في الخارج. مصر عندها مقدرات، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يقدروا يستثمروا بشكل اكبر في البلد باذن الله. احنا بنشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. كنت عايز اختم بس بجملة مهمة جدا قالها الدكتور معتز. احنا دلوقتي بقينا بنقارن نفسنا بالدول، او مش احنا اللي بنقارن نفسنا، هم اللي بيقارنوا نفسهم بينا. مظبوط حضرتك بتقول ان احنا دلوقتي بقينا يعني نديه في التعامل، نديه في كل حاجه. عدد العلماء الموجودين في مصر ما شاء الله، عدد الباحثين، عدد العاملين في كل القطاعات، وتحديدا في القطاع الصحي والجامعي تقريبا زي ما الدكتور قال ما فيش مستشفى لا تخلو من طبيب مصري. النقطه المهمه اللي عايز اركز عليها اللي قالها الدكتور معتز، ان اسبانيا بتتمنى انه يتم الاستفادة من التجربة اللي مصر عملتها في الاستفادة من علمائها في الخارج ومن أبنائها اللي موجودين في الخارج. راجل جاي بيشارك، مواطن أسباني جاي بيشارك في المنتدى، قابل الدكتور معتز في المطار فبيقول له أنا أتمنى أن بلدي تعمل زي ما بلدك بتعمل. فدي بصراحة دي عايز أقول لحضرتك دي نقطة مهمة جدا الناس لازم تاخد بالها منها، أن احنا دلوقتي في مصاف الدول الكبرى. احنا دلوقتي اسبانيا بتتمنى يا جماعه تعمل زي ما احنا بنعمل. هو احنا دول، في دول بالفعل كبرى منها الصين بتعمل الكلام ده، واحنا فعلا لازم احنا ماشيين فيه بشكل كويس. هناك دول اخرى بتنتهي العلاقه بالمواطن مجرد ان هو ساب البلد او راح هاجر لمكان اخر. مصر كاوروبا تحديدا فيها عدد كبير جدا من المصريين. اوروبا فيها ميزه كبرى في رايي الشخصي، هي قرب المسافه. من انجلترا للقاهره 4-5 ساعات، مش مسافه كبيره. نتمنى ان يكون في استفاده اكتر من الناس اللي هي مقيمه في اوروبا بشكل كبير في مجالات مختلفه. احنا بنشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لحضرتك بكره ان شاء الله في الجلسه. دكتور معتز عطله، استاذ صناعه المواد المتقدمه بجامعه برمنغهام بانجلترا، الف شكر ليك يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. دلوقتي مشاهدينا استاذن حضراتكم، هروح لفاصل وهرجع من بعد الفاصل نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر.